الجامع. عن القوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إني على بينة من ربي وكذبتم به، ما عندي ما تستعجلون به، إن الحكم إلا لله، يقص الحق وهو خير الفاصلين. وعن بريدة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما انتهينا إلى بيت المقدس قال جبريل بأصبعه فخرق بها الحجر فشد به البراق.